السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان. كنتواجدوا في إقليم جديدة في دكالة الإخوان. كاين الإخوان واحد 1600 هادي قيادة ولاد حمدان إقليم الجديدة الإخوان، بعيدة من الشاطي تقريبا 3 كيلومتر قل شي حاجة بيضة، 3 كيلومتر قل شي حاجة بيضة. كما كتشوفوا فيها واحد السكن اللي هو ار بلس ان الريتشوسي والبرومي ولا فصل اللي على هاد لابيس هادي. باش نشرح لكم الاخوان مزيان، البياضة هي هادي كتبان لكم بياضة 10 متر في العرض بالنسبة لتما المديز ديال لوني بليز، داخلة تقريبا شي 100 متر و 150 متر باش داخلة بيس 5 متر في العرض. وبالنسبة للسكان عندكم، وبالنسبة في هذه المنطقة هذه الماء موجود، الماء الناس دايرين فلاحة دايرين طرية دايرين كل شيء اللهم بارك. الله أعلم، يمكن راه هي المنطقة العالية على منطقة هي هذه في هذه البلاصة هذه، تبارك الله جات عالية بزاف. حنا غادي نشوفها، نطلعوا للتراس الثاني وغادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله بحول الله. على بركة الله كما قلت لكم لافاصاد داير بالصور، فصلت بالصور. كما شفتوا الاخوان السكن حداكم، الجيران كاينين موجودين. وبالنسبه للباب الصغير هو هذا، تبارك الله البني بنيه كاين اتساع، كاين شويه الريح، والباب كبير. المساحه اللي كاينه 1600 متر، وبالنسبه لها كلشي تيتري، الدار محفظه والارض محفظه. الباب كبير والصور حدو هنايا وكلها مسيجه. الدار تبارك الله اللهم بارك. بالنسبه للاخوان اللي بغى الكالم راحت البال اللهم بارك، بلاصه نقيه زوينه وجات في واحد المنطقة عالية اللهم بارك. والله أعلم الإخوان، يمكن راه أعلى نقطة هي هذي ما شاء الله. هذا الباب هذا غير تحدي تحت الدروج، هذا كاين الدروج ديال البرومي، عاد كتخرج للتراس عاد كتلقى الدروجاتين ديال السطح. تربة زوينة، الحجر ما كاينش، تحفر البير ديالك، بوطو قريب ليك، الماء ديال لونيب ديز على هاد البياضة دير برونشمو ديالك. سبحان الله العظيم، الضجيج ما كاينش، الصداع ما كاينش، الله يبارك. على بركة الله، صراحة مدسس هاد البلاصة هادي كاملة اللي في عند الطابلة، عند الطابلة ديالي كاع، الطابلة ديالي مزيان، داير ليها الطابلة مزيانة زوينة. عندك اسيدي هاد الطيراس هذا تبارك الله، وعندك الطيراس الثاني. بالنسبة للدار مازال كحل الداخل، بسم الله السلام عليكم، مازال كحله الداخل. كيخصك الصباغه ديالك، الزليج، بلافون، الكبس الى اخره. كاين صالون في قلب صالون، كاين جوج صالونات هنا، كاين هذا السيجور هذا، كاين طواليت عزكم الله، كاين جوج حمامات، كاين البيت الاول. بالنسبة للريتشوسي الإخوان مبنية بالحجر، الريتشوسي كاملة ولكن مفصلة بالياجور، مفصلة بيوتا ولا شنو بالياجور، مي كلها مفصلة عفوا مبنية بالحجر. باش تشوفوا العرض 50 سنتيم أو أكثر في العرض ديال الحيط ديال الصندوق ديال الدار. هذا بيت الثاني،
بيوتها كبار تبارك الله، 150 متر لتحت و 150 متر الفوق بالتيراس. كاين هذا مطبخ، بوطاجي ديالك، المسأى ديالك، الله يسخر الجميع. وتبارك الله مهوية، كلها مهوية. غنطلعو للبرومي ان شاء الله. تبارك الله تبارك الله، الله يبارك. البرومي طاج الاخوان، كاين هذا السجور هذا على اليسر، بغيت يدير الدو شومبر كبير، بغيت يدير الدو صالون من حقك. كاين هذا بيت، كاين بيت اخر. البيوت بصراحة كبار. كاين بيت ثالث كما قلت لكم، صالون، بيت الاول، الثاني، الثالث. كاين هذا طواليط ودوش، عزكم الله. والتراس اللهم بارك ما شاء الله. والثمن والله الا ثمن زوين، والله القسم ثمن زوين، ومازال غادي كتشوف الثمن. المهم المساحه ديال البناء كاينه، اللي غير خصك مولاي البير ودير البرونشمون ديال الماء ديالك. اصلا هذا البير هنا، البير الماء، الماء ديال البير هنا حلو تبارك الله. الا ما بغيتيش قاعد دير الماء ديال البرانشمون ديال الدولة. كما قلت لكم الاخوان، المنطقة جات عالية تبارك الله، اللهم بارك. اللي فيها المساحة 1600 ديال المتر. هنا غادي يبان لكم مزيان، كما قلت لكم ماشي 100 متر ولا 150 متر، بيس 5 متر في الارض، وبيضة تقريبا 2 كيلومتر ونص بيضة، 2 كيلومتر، 2 كيلومتر ونص أو 2 كيلومتر و 600. قيادة ولاد حمدان. الجيران حداك، نزيرين فورم، الله يبارك. بالنسبة للثمن الإخوان، 42 مليون، 42 مليون، ومازال غادي يريك شوف الثمن، غادي تشوف الثمن. اللي بغى يشوفها يتواصل معنا على الرقم 0673 42 61 91. يلا تبارك عليكم الاخوان، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.